بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره وكروشيه. معكم مروه ياقوت، ادمن جروب كروشيه الاميرات. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزه مجسمه شكلها حلو ورقيق، وكمان سهله جدا في شغلها. الغرزه تكرار لسطرين اتنين بس، كل ما بتكرري في السطور بتحفظيهم وبتلاقيهم سهلين جدا في الشغل. ده كده وش الغرزه زي ما انت شايفها مجسمه، اما ده كده ظهرها برضو مجسم، يعني الغرزة ممكن تمشي معاكي وش وده. الغرزة تعتبر من الغرز الشتوي، يعني تقدري تنفذي بيها اي مشروع شتوي انت عايزي. الغرزة تمشي معاكي رجالي وتمشي نسائي، يعني تقدري تطبقي منها سكارف رجالي، عايزة تعملي بلوفر، ايس كاب، ممكن تعملي منها جليه، هي بتتعمل منها حاجات كتير، وممكن تعملي منها شنطة كمان. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ الغرزة. وقبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ بإذن الله. أنا هنا اشتغلت بخيط هيمالايا إفريدي، واشتغلته بإبرة مقاس 3.5 الألومنيوم. انت طبعا تقدري تشتغلي بأي خيط متوفرة عندك، يفضل تكون متوسطة السمك عشان الشغل يبان فيها والغرزة تبقى واضحة. اما لو حبيتي تشتغلي بخيوط سميكة فهتختاري اكبر ابرة مقترحة عليكي في الخيط، يعني لو مقترحة عليكي تشتغلي من 3 ل5 هتشتغلي بابرة رقم 5 وممكن 5.5 كمان. يلا بينا نبدأ مع بعض. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الغرزة هنا من مضاعفات العدد 3 زائد 1، يعني بتفضلي تكرري في الثلاث سلاسل، ولما بتوصلي للمقاس اللي انت عايزاه بتزودي سلسلة. ويفضل هنا ان سلسال البداية يكون بعرض الشغل عشان تطلع الاعمدة فوق بعض بالطريقة اللي شفتيها في الغرزة في اول الفيديو. اول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي تكرار للثلاث سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وبتفضلي تكرري في الثلاث سلاسل، ولما بتوصلي المقاس اللي انت عايزاه بنيجي نكمل مع بعض. بعد ما بتشتغلي التكرار للثلاث سلاسل وبتوصلي المقاس اللي انت عايزاه بتزودي سلسله. ولو انت عايزه تشتغلي اول سطر اعمده والغرزه تبدا عندك وتشتغليها على الاعمده، فبلاش تزودي السلسله، وارتفاع الثلاث سلاسل هيزود معاكي غرزه في اول سطر من الغرزه لما هتشتغليه على اعمده. يبقى احنا كده اشتغلنا تكرار للثلاث سلاسل واشتغلنا بعدهم سلسلة اللي هي الزيادة. السطر الاول بترتفعي سلسلة وبتدخلي على اول سلسلة، بعد سلسلة الارتفاع تشتغلي جواها غرزة حشو، وغرزة الحشو يعني بتسحبي اللفة، وبيبقى عندك لفتين على الابرة بتاخديهم الاتنين كده مع بعض بسحبة واحدة. يبقى احنا كده في اول السطر ارتفعنا سلسلة واشتغلنا على اول سلسلة غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي سلسلة اتنين، وجوه التالتة بتشتغلي غرزة حشو، سلسلتين 1 2، وبتسيبي سلسلتين 1 2، وجوه التالتة بتشتغلي غرزة حشو، سلسلتين 1 2، وبتسيبي سلسلة اتنين، وجوه التالتة بتشتغلي غرزة حشو. وهي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي لحد اخر السطر، انك بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي سلسلتين وبتدخلي جوه التالتة تشتغلي غرزة حشو وبتكرري. هو الجزء ده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. بعد ما اشتغلتي السطر كله عبارة عن سلسلتين وبتسيبي سلسلتين وبتشتغلي غرزة حشو، اخر السطر بيبقى فاضل عندك 3 سلاسل، فبتشتغلي سلسلتين وبتسيبي سلسلتين وبتدخلي على التالتة اللي هي هتبقى اخر واحدة عندك في السطر، وبتشتغلي جواها غرزة حشو. وبكده بقى عندك اخر سطر غرزة حشو، واوله ارتفاع سلسلة غرزة حشو، وما بينهم الغرزة كلها عبارة عن غرزة حشو سلسلتين وبتسيبي سلسلتين وبتكرر. ده كده السطر الاول. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل، ودول بنعتبرهم عمود، 1 2 3، وبتلفي الشغل وهتدخلي على غرزة الحشو وتشتغلي عليها عمود بلف. تسحبي اللفة كده وبتاخدي عدد لفيته على مرتين، لفتين لفتين. يبقى احنا كده في اول السطر ارتفعنا 3 سلاسل واشتغلنا على غرزة الحشو عمود، فكده يعتبر اشتغلنا عمودين. هتاخدي لفة على الابرة وبتسيبي السلسلتين، والشغل عندك في السطر كله بيبقى على غرزة الحشو. هتدخلي على غرزة الحشو وبتشتغلي عليها 3 اعمدة، 1 2
تالت وبتقربي، بتسيبي السلسلتين وبتروحي على غوزة الحشو تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي في السطر كله. وتكرار الغوزة عندك هو ال3 أعمدة، تشتغلي على كل غوزة حشو 3 أعمدة بلف، 1 2 3، بتكرري كده 3 أعمدة على كل غرزة حشو. وهنيجي نقفل السطر مع بعض ونشتغل على آخر غرزة حشو عندنا. آخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي على كل غرزة حشو 3 أعمدة، ده كده الشكل عندك. على آخر غرزة حشو بتشتغلي عمودين 2 بس، فبتدخلي ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو وبتشتغلي عمودين، 1 2، وبكده يبقى نهاية السطر عندك عمودين، وكان بدايته يعتبر عمودين باعتبار ان ال3 سلاسل عمود. احنا في اول السطر ارتفعنا 3 سلسلة واشتغلنا عمود، فكده يعتبر عمودين، واخره اشتغلنا عمودين. اما باقي السطر كله كان عبارة عن 3 أعمدة على كل غرزة حشو. السطر الثالث وهو تكرار للسطر الاول، بس في السطر الثالث هنشتغل بغرزة حشو امامية بالطريقة اللي هتشوفيها. فانت في اول السطر بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل، وهتدخلي على اول عمود تشتغلي عليه غرزة حشو عادية، تمام. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، 1 2، واحنا هنا عندنا 3 أعمدة. بتدخلي على تاني عمود تشتغلي غرزة حشو امامية، وغرزة الحشو الامامية زي العمود الامامي كده بس على غرزة حشو. يعني بتدخلي كده ما بين العمودين وتطلعي الابرة من ورا العمود من الناحية التانية، وبتسحبي اللفة وبتشتغلي غرزة حشو عادية. فكده غرزة الحشو الأمامية خلت العمود مجسم، والغرزة هتبقى مجسمة معانا، يعني بغزل بره عشان غرزة الحشو أمامية. بتشتغلي بعد كده سلسلتين وبتروحي على تاني عمود، يعني بتسيبي أول عمود والتاني، وبتشتغلي بتشتغلي جوه التاني غرزة حشو أمامية. تدخلي كده بظهر العمود وتسحبي اللفة وبتشتغلي غرزة حشو عادية، وكده بقت الغرزة مجسمة معانا. وبتكرري بتشتغلي سلسلتين غرزة حشو أمامية على تاني عمود، يعني هو تكرار للسطر الأول بس هنا على أعمدة وبغرزة حشو أمامية، لكن هي غرزة الحشو سلسلتين. هتشتغلي سلسلتين وغرزة حشو أمامية على تاني عمود، يعني الشغل عندك هيبقى على تاني عمود. تدخلي كده في ظهر العمود وبتسحبي الإبرة وبتشتغلي غرزة حشو، وهتفضلي تكرري كده سلسلتين غرزة حشو أمامية على تاني عمود لحد آخر السطر، وهاجي أقفل معاكي السطر. بعد ما كررتي سلسلتين غرزة حشو أمامية على تاني عمود، زي ما انت شايفة الغرزة بقت بارزة معاكي وبتبان أكتر كل ما بتكرري السطور. آخر السطر بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بتشتغلي غرزة حشو عادية. يبقى هتدخلي على تالت سلسلة وتشتغلي غرزة حشو عادية مش غرزة حشو أمامية. يبقى عندك آخر السطر اشتغلتي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع غرزة حشو عادية، وأوله برضو ارتفعتي سلسلة واشتغلتي على أول عمود غرزة حشو عادية. يبقى أول السطر غرزة حشو عادية وآخر عادية، أما باقي السطر كله بغرزة حشو أمامية، تمام. احنا عندنا الغرزة تكرار لسطرين، هشتغل معاكي السطرين دلوقتي وانت هتفضلي تكرري فيهم لحد ما بتوصلي للمقاس اللي انت عايزاه. السطر الرابع وده اول سطر معاكي في التكرار، فانت بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي لفة على الابرة وهتلفي الشغل، وعلى غرزة الحشو بتشتغلي عمود بلف، يعني شبه السطر التاني كده، تمام. فانت كده بقى عندك في اول السطر يعتبر عمودين باعتبار ان ارتفاع ال3 سلاسل عمود. هتاخدي لفة على الابرة، والسطر كله برضو هيمشي معاكي 3 أعمدة على غرزة الحشو، بس هنا غرزة الحشو هتبقى امامية، فهتدخلي كده على غرزة الحشو الامامية دي وبتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. يبقى الشغل عندك في السطر كله على غرزة الحشو الامامية اللي هي دلوقتي بقت خلفية عندنا عشان لفينا الشغل. تاخدي لفة على الابرة وتدخلي كده على غرزة الحشو تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي طول السطر، هما ال3 أعمدة اللي بنشتغلهم على غرزة الحشو اللي لما لفينا الشغل بقت عندنا خلفية.
هتشتغلي كده 3 أعمدة، 1 2 3، وبتفضلي تكرري 3 أعمدة على كل غرزة حشو لحد آخر السطر، وحاجة أقفل معاكي السطر. آخر السطر بعد ما كررتي 3 أعمدة على كل غرزة حشو، وزي ما انت شايفة حاطة ظهر الغرزة شكله مجسم. آخر السطر بتشتغلي ما بين غرزة الحشو وسلسلة الارتفاع 2 عمود، 1 2. يبقى لما بتيجي تكرر السطر ده بيبقى كله ماشي معاكي عبارة عن 3 أعمدة على كل غرزة حشو، بتشتغلي 3 أعمدة أما نهاية السطر 2 عمود على ما بين غرزة الحشو وارتفاع السلسلة، وأوله بترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي 2 عمود على غرزة الحشو، فكده يعتبر أوله 2 عمود وآخره 2 عمود، أما الباقي كله 3 أعمدة. السطر الخامس، وده تاني سطر في التكرار، وهما دول السطرين اللي هتفضلي تكرري فيهم، وبرضه هو تالت سطر اشتغلناه مع بعض. فانت في اول السطر بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل، وبتدخلي على اول عمود تشتغلي عليه غرزة حشو عادية. يبقى انت عرفتي كده ان السطر اللي فيه غرز حشو بدايته بتبقى ارتفاع سلسلة، وبتشتغلي على اول عمود غرزة حشو عادية، اما باقي السطر كله بيبقى بغرزة حشو امامية. بعد ما ارتفعتي السلسلة واشتغلتي غرزة حشو عادية بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وبتدخلي على تاني عمود. يبقى الشغل عندك هيبقى على تاني عمود، تدخلي كده وتشتغلي غرزة حشو أمامي، تسحبي اللفة وبتقفلي عليها، فبتبقى مجسمة بالطريقة دي. بتشتغلي سلسلتين غرزة حشو أمامية على تاني عمود، وهو ده الجزء اللي بيفضل يتكرر معاكي. بتشتغلي سلسلتين غرزة حشو أمامية على تاني عمود، هتفضلي تكرري تشتغلي سلسلتين وغرزة حشو أمامية على تاني عمود لحد آخر السطر، وهاجي أوريكي قفلة السطر. آخر السطر بعد ما كررتي غرزة حشو أمامية على تاني عمود وبعدها سلسلتين، ده كده الشكل عندك، والغرزة زي ما انت شايفة بارزة لبره. آخر السطر بعد آخر غرزة حشو أمامية بتشتغلي سلسلتين وبتقفلي السطر، لأنك بتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي هي آخر عمود معانا، وبتشتغلي جواها غرزة حشو، غرزة حشو عادية. يبقى اخر السطر عندك غرزة حشو عادية، واوله ارتفاع سلسلة وغرزة حشو عادية برضه، وهو ده كده شكل الشغل عندك، وبتبقى الغرزة مجسمة. دلوقتي هوريكي لما هنكرر السطور هيبقى شكلها ايه. فانت هتفضلي تكرري في السطرين دول لحد ما بتوصلي للطول اللي انت عايزاه. ولو انت حبيتي تشتغلي اخر سطر اعمده، فعشان السطر يتساوى معاكي بترتفعي 3 سلاسل وبتشتغلي على كل غرزه حشو عمود جوه كل سلسلتين 2 عمود، فكده هيرجع يظبط معاكي تاني. يبقى انت لو حبيتي تشتغلي اعمده هتشتغلي جوه السلسلتين 2 عمود وعلى غرزه الحشو عمود، فبكده عدد الاعمده هيرجع نفس عدد الاعمده اللي انت اشتغلتيها في الاول، او نفس عدد السلاسل. انا كده كررت السطور، وده كده شكل الغرزه، وزي ما انت شايفه شكلها باين مجسمه وجميله جدا. وده كده شكلها من الظهر، يعني الغرزه تمشي معاكي ظهر ووش. اما ده كده شكل الغرزه باللون الابيض، كنت شغاله الاول بس ما بانتش معايا في التصوير، بس قلت برضه اوريهالك. ده شكلها من قدام. انا كده خلصت معاكي فيديو الغرزة، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.